سيدي هذا قدرت استدرجه، جبت كالي العسكري. يلا دخل يا دخل يا. نفسه هو غير متأكد نفسه؟ ايه نفسه متأكد. حلو نفس المكان. عاشت ايدك، عافية عافية عافية. براحتك براحتك براحتك. خلي السماعة يمع على مود السمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني جيتك من الساحة الملكية طائر ومخالفات زين ما سببت حوادث للمواطنين، منو انت؟ وليش ما وقفت على السفر؟ انا متقصد استدرجك هنا لان انت زوج. حاليا انت وقعت سبايسي. منو انت؟ هسه تعرف. اسمعك وليدي جبته؟ تعال جبته. هلا لك هذا من هذا الحلو جيناك لك. عافيه عافيه وليدي الدوله. ما اسكت لك عافيه وليدي الدوله ما قصرت. تدلل. اوه شلون مجرمين اثنين اليوم راح ارفع بكم ترقيه. شنو قال دوله؟ ارفع براسك ترقيه. اه هو مسلت؟ ايه وانا سمعته؟ اسكت لك اسكت. شعجب ما سويت شيء. الله يساعدك. هلا شلونك؟ هلا شنك ما عرفتني؟ لا عرفت بس شوية ابتعد، بس ابتعد شوية من رخصتك، ريحتك مو حلوة. عرفتني مو؟ اعرفك تعرفني. واحد مجرم قذر مثلك شلون ما اعرفه؟ اها يعني تتذكر التعذيب؟ اتذكر من كنت اتونس عليك خلال شهر كامل اعذب بيك. ايش قد كنت متونس؟ دولة؟ يعني تخيل هذا كان احد الايام يعذبني. تخيل انا ما انكر ماضي. ايش قد كنت متونس؟ نكتة. ها شوف هسه انا جاي احترف له وما يصدق. تتخيل انه هذا الشخص بتعذبني قبل فتره؟ هو يقدر يشيل الساعه المودي عذبك؟ ايش عجب طبعا. انا اول شيء جاي احكي ويا دوله انت تسكت. خلي عندك اداب كلام. عم صدق هو من الاداب. هو شوف هو لو بخير ما كان انا مربط ويقتلني. المهم بخير. اي المهم شوف انت اسمك انا حتى اسمه نسيته. شوف اليوم ابو مروج ابو مروخ ما ادري شني. تتذكر اللي سويت لي بيه؟ راح اسوي بيك دبل 10 مرات. فهسه تطينا ايديك الحلوات ونكلبشن ونقعدك هناك وشوي ندق عليك اذا ما صار زحمه عليك يعني. طبعا منو انت جايب لك اثنين تعبانين والدين ما بقى براسك؟ لا هنا وبس كل شيء ولا دوله تخسر. هسه من الاخير تعطينا ايديك تكلبشن عدل على مود انكتلك براحتنا لو تحب. أعلى ما بخيلك ركبه تخسر. ما اعرف يعني هسه انت اول شيء انت زوج يعني انت حسب الايام اللي شفتك والايام اللي كنت وياه وشفتك شلون الجنود معتمدين. لو شوف بالمركز شلون الجنود معتمدين عليه. هسه هنا شلون واحد مثل دوله اللي هو اضعف واحد بالعصابه عندي استدرجك لهيك موقع؟ شلون اجيت وياه بهيك موقع؟ انا شكر دوله. تدري ليش؟ لان راح ارفع ترقيه براسك وبراسك. لا والله والله مو جاي شو بقول لك. يقول لك انت هسه جاي موقع يعني هسه كل شيء اقدر اسوي لك براحتي. من اللي وياك حتى تقدر تسوي لي؟ من وياي؟ كلكم خلق ثلاثه. حاج طبوبه جوا وانت كلك خلق بوحدك. هو انا واحد كافي عليكم انتم الثلاث. هسه شني تطينا ايديك الحلوات ونكلبشك ونكتلك هنا دفرات لو اراويك شيء ما شايفه بحياتك من الاخير. ترى عصبتني ودوله خطيه عصب راح تخلص الججاره مالته اذا خلص طفيها بعينك. انا اخر مره كسرت فتشك وبيك حل تحكي اعلم بخيلك ركبه ودي ما سلمن وثلاثتكم راح اسحلكم واخذكم ويالي المركز. يعني انت كل عقلك تحكي هالحكي؟ كل عقلي. يلا شرب وجاي. تعال باو علي تعال يمي تعال هنا تعال هنا باو حيش عادي اللي قدام. شباب طلعوا لنا الولد طلعوا لنا الوليدات. هلا هذا نزل لك واحد حتى دي بالتراب. مو كلكم شباب مو كلكم على كيفكم ممكن يخترع الولد. ما شاء الله عصابتك مكبرها. هذا فقط الجزء صغير لان انت صغير حرامات نجيب لك كبير. جوز انت بعدك ناس سويت شيء. شباب اسكتوا لك اسكت. جوز ناس سويت شيء انت بعدك. شباب بعدك ناس سويت شيء. شباب هذا ظل ياكل تبن هو كلب شو لياه تقصي
كلب شو شباب جيبه سحبه شنو شباب هذا تخيلوا هذا الشخص اللي مطلوب عندنا سالنا فتره تدرون انت تدري جاي تلعب ويا الشخص الغلط شلون راح ندمك راح ندمك يا هذا خطيه الدوله منا لا ينزعج ويضوج تعالوا تعالوا جيبوا شباب ذبوا على الخشبات شنو قلت لي شنو قبل شوي قلت راح ازعلك هواي سبايسي ليش شنو زعلني راح تزعل هواي لا والله يلا شباب تدي جيبوا هنا تعال هنا احكي تعال هنا ومسلت براحتك سبايسي يعني انت هيك ضعيف جايب لي وياك مجموعه من الزعران بس علي لا عاد انت لا فكه ما ايش يسوي بعد احنا كلنا فكه شو خسر فكه البشته او خلي شوي خلي تونسيش خلي ثواني اسمع لا 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 شباب سوينا دائرة عليها على مود نسوي هسه الضرب اللي انضربت انا بالمركز راح احاول هسه ادبل لك اياه 10 مرات شوي شباب رجع لي ورا مسافه لي ورا سبايسي اسكت ولك ولا كلمه ارجع لي ورا اذا ما قتلتني هسه بعدين من لازمك اكضك اشك وشارع بالمدينه اللي اسحلك فيه شباب اكتب نصيحه لوجهه شباب سمعوني بوكس لو بالعوده شباب سمعوني جاي سمعوا هاي النكته اللي جاي نكته ولا ما جاي سمعوني ما رد نضحك تعبانين ضحكوا له شويه شباب ضحكوا له شويه شباب تعال ضربه دوله ضربه خطيه لا ما عتروحه تعال جيبه روح جيبه ويدي انضرب والله تعال شباب كل واحد شويه على كيفكم ويا لا تموتونه ما اريد يموت شباب عيسي حبكه الله عافيه ما اعترف خطيه ما اريد على مهلك ارجع خلي غيرك ياك ولك لا تصير يمه عطنا مجال بايسي ايه لحظه كافي شباب لا حيضربه اسمع فك البشته خطيه فك بايسي عبالك هذا ضرب شنو انسى لك اياه شباب خلاص لا حد يقتل عفه لا حد يقتل ابوك هذا الضرب راح يسالك اياه شوف راح اطلب معدك مهمه شويه حلوه سهله اسكت لا تضيف التحكي انت هسه واقف يمي وجيت تعطيني اوامر تنشب وتسكت انا احكي ما خاف انا اخلي قلت له مره ثانيه شباب قلت له دوله مره ثانيه كافي هوب هاي ضربتك وحده كافي عليك على قدك هاي ضربتك استحي انه هسه طلع الجهاز مالتك ونادينا الاستاذ مالتك الدكتور مالتك الضابط مالتك انت شنو رتبتك قابلنا الاقوى منك من بيوان الى مركز العمليات على مسمع سمع شباب سمع تعال واضح على مسمع حبيبي بارك الله بك بارك الله بك سيادتك تم استدراج الموقع مجهول واختطافي من عصابه سبايسي تاج راسي قلنا شباب تعال اللي قبل فترة انه طلعوا من السجن بغريب بارك الله بك حبيب موقعك الحالي وين بالضبط هسه سيادتك الموقع مجهول استدرجني احد العناصر المكان قل له قشمرني شنو استدرجني يعني قريب على الماي كل واحد قشمرني اخر حالة كانت وين قبل لا يكلبشك بسرعة يلا جسر المطار سيدي وعدهم مطالب بارك الله بك مطالبهم كلها نفذها حاليا بس خلي نتفق لي على مكان او اللي تفوض وياهم الا راح يروحوا الموقع وما يطلعوا الموقع هناك شنو المبلغ اللي طلبه شباب ايش قد يسوى هذا شباب هذا راس العجل ايش قد يسوى ما يسوى شباب شدتين كافي قليله هواي عليه قليله لا مو هذا شوي هذا معروف مطق ضابط قديم يمنا ما نعرفه ولا شيء صدق قل له شدتين وخي يجي باوع اسمع مني حتى تعرف منه اسمع يجي بوحده اذا اجى ويا واحد الغراض اللي بالسياره راح ينكشفين وانت كذلك ما يبقى بك اي نفس يجي بوحده فقط بعدين بعد شنو مطالبك بس هاي ويجيب الفلوس وياه ايش قد فلوس انا بدي اقول شدتين خي يجي وياه من بيون الى مركز العمليات سيدي تسمعني معك عالي واضح حبيبي سيدي اللي طالبين مبلغ شدتي انه تجي بوحدك امشي بوحدك زين حاول توصل للجهاز المتفاوض او الرئيس العصابة الا ما يحكي وياك ما اريد يحكي وياك
يلا كاف اخذ السبيكر من عده دوله اخذ السبيكر من عده يلا اخذ عده يلا يلا كافي يلا خلنا نغدي الموقع وين سياراتنا يلا جهزوا لنا السيارات يا شباب يلا جيبوا لنا السيارات كل واحد يصعد له بسياره شباب راح نروح للموقع مالتنا الموقع الحفره هناك نجتمع واضح يا شباب كلكم تندلون موقع الحفره مو الما يندل خلي يضل يمشي وراي ندل كنا تم هذا وعاش ليكم يلا انا حصعد اول سياره تعالوا وراي هذا وين راح اصعد حصعد يمي راح اصعد يمك عم تتونس عليه بالطريق يلا جيبه جات اصعد جايتي خاف يحاول يشرد خاف يحاول يسوي شيء بس تدري طلعت انت هواي يعني هواي غالي عند العساكر ها لاحظت انه الطو خليكم وراي شباب لاحظت انه انطو شو اسمه انطو فلوس لخاطرك يعني طلعت في شفت الدولة يعني حسيتها شخصية مهمة دولة؟ لا بالعكس هو بس كبر وراسه قدامنا لك احنا مو جاي نحكي ليش ما تتحقق تنشيب؟ اخراس سبايسي كبر راسه قدامنا هو ما حد يحترمه هناك هو يمكن مو على مود على مود السيارة السيارة ضميتها مو صحيح؟ اي ضميتها عشت ايدك امشي السيارة والاوراق موجودات بيها ما اعطيته ما جبت وياك مو؟ ضمن بالسيارة مضمومات لغاية الضمانات هاي عافية خاف يسوينهم لعبة يسوونهم حركة اي شيء انا سبايسي انا لحد ما فهمت شغلة واحدة شنو هي الشغلة؟ وحدك زايد علي ليش مصعدني وياك؟ نضحك عليك وياه؟ لا مو شوي مو نضحك مو هو حبك هو احسه يعني على على, على انت مو قلت لي اريد اسوي لي عداوة هذا عداوة جاتك ببلاش يا بس انا غير اسوي لي عداوة يا واحد انت تخيل انا ما راح حكيت لي على مود على 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 على, على مود يصير عداوة لك تخيل والله خوش فكره اي قال اسوي لي عداوه ويا واحد مو سر هو لك اسكت هو اصلا هسه راح يرجع يقول مو كظاني سبايسي اصلا راح يصوم يصوم كيف هو اصلا واحد نفسي كظه مو صحيح هو احنا اول ما راح نسلمهم يا راح يحطوا لي كل شيء اقول لك هذا اقول لك هذا الموقع الرايحي له كلش بعيد شلون راح نوصل شباب كلكم ورايا كلنا ورا عاشت ايديكم شباب راح نوصل للموقع اريد تشاركم الله 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 من دعمني ولك انت بعدين اخذ معدك فلوس التصليح والله انت شلون دعمني دوله شباب تتذكرون هذا المعسكر لو ما تذكرون الذكريات اقول لك هو الولايات كلها ما تبيع جيب لك قادم غبي كنا ترجع من الجامعه والله بعد تذكرون خطه 5-4-3 الاستشار شباب انا راح اوقف هناك بالنص وليدكم تنتشرون دار ما دار مكان واضح الكل ما جاي يسمع واحد يحكي واضحين سامعين واضح انتشروا لي بالمكان يلا روح عملونا الموقع بالسياره غير روحي بسيارتك كل واحد يوقف واحد يوقف بالطابق الثاني واحد بالثالث انتشروا بالموقع عدل نزله ليش ما نخليه بالسياره لا خطيه عم نضحك عليه شوفه نزلته فك البشتة طيط انا ما راح افك البشتة بدنا نشوف ايش يسوي لا انطي ما بنحل بعد نحكي تعبنا هواي واحنا انا وراي ورانا عزيمه شب ربك نضل السوالف تافهه انطي لاسلكي انطي لاسلكي عبتني عندي شغله هواي انطي لاسلكي يلا انطي الموقع يلا قل الموقع 30-54 العمليات على مسمع سده وط الموقع وسد الخط اسمع حبيبي بارك الله فيك سيارتك توجلي الموقع 30-55 يلا جيب اللاسك كافي شوف اسمعك لو ما سمعك الله بيك الموقع واضح واسرع قل لا جيب اي واحد يلا الخطوط الجويه وراح نجيكم قل اي شيء اذا اجى واحد وياك تخرب المهمه قل له يدري نبهته هو ما يفرط بيها على مود خطا بسيط شو انت شنو بس شو نسوي شباب خلاص بعد تقطع حكي لا تحكي وياني منو جاي يسمعني العصابه انسمعك واقفين اماكن واقفين اماكنكم انا واقف عليهم عينكم علي قنصوا علي خاف اي شيء يصير شباب الهليكوبتر جت اسكت بعد هذا كلمه بعد تحبس سبع تعبنا تعجبه منه تحرك سريع اجت الهليكوبتر شباب تعالوا اسحبوا لي تعالوا قدموا لي تعالوا بسياركم تعالوا يمي تقربوا لي يسار نزلوا من السيارات وكلكم سلاحكم فوق كله على الهليكوبتر اي حركه يسويها ترمون عليه اي حركه يسوونها ترموا عليه شباب جيبوهم وتعالوا شباب تعال جيبه تعال تعالوا لك تعالوا هنا شباب التموا كلكم
شباب تعالوا صير وراي كلكم، تعال تصير قدامي، صير قدامي، صير وراي كلكم واسلاحكم كلكم عليهم. اي حركه يسوونه بدون ما يسمعون اذن معد، اي حركه زايده من عنده تضرب عليه، يحكي حكايتين زايده تضرب عليه، يحكي حكايتين زايده شو يسوي له؟ شنو؟ ما حد يحكي. اي عافيه؟ تضرب عليه. عافيه. تضرب عليه. عددهم اثنين، عددهم اثنين، اتفاق واحد. ما يخالف هسه اقول لك ولو يجون 100 هنا ما يخافون. شوف هذا خطي ايش الخايف سود علي. هلا هلا مكانك مكانك. السلام عليكم. شنو اسلحتكم؟ نزل اسلحك حبيبي. احنا مو اتفقنا ما تجيب وياك اي واحد؟ حبيبي سايق الطياره. اول شيء لا تقول لي حبيبي ولا تقول اي شيء. الفلوس جبتهن؟ هاي الفلوس جبتهن؟ ايه؟ وانت بالعسكر وبال اخاف بيها اثار تعذيب. واخر الشباب ابتعد يا اطمن عن حياتي. احنا الصراحه ما احنا الصراحه ما عذبناه يعني بس شقيناه شق بين قوسين. تمام ان شاء الله اعلمكم عليها هاي بعدين. شوف هسه احنا انت واقف هنا بموقعنا ولو مال احترام وجيتك هاي العزيزه كلش عزيزه كان هسه خليت الشباب. ماك عزيزه حبيبي. شوف مستعدم. شوف انا هنا الشباب حكيت كلمه. شوف انا مو مثل بقيه العصابات ممكن ملتقي بها. انا بنحكي كلمه اسويها يعني راح اوف بوعدي هالمره بس اي حركه زايده اي معلومه زايده اي شيء تسويه تحاول تسويه راح تدفع الثمن. عجب عندك وعود انت. ما عندي ثمن قلب انا عندي دوله منتسب الطوالي. هذا يحكي هواي ياخذ بعده جنطه حطها بالسياره. انا جنطه بسرعه اعطيني اياها. ها دوله اخذت الجنطه؟ ايه خذيتها سيدي بس اتاكد من الفلوس اللي في السياره وراها. اتاكد بيها وخذ الفلوس. شلون حبيبيس؟ اقول لك نزلت ايدي من قد ما تعبت. يلا تعال حبيب ماما روح يم ماما روح. بس سبايسي شباب بالسياره الفلوس كل شيء ما بيها. شباب هذا الولد لقيناه هذا الولد لقيناه هذا خير روح لابوه يلا يلا روح بدون حكي زايد. بدون حكي زايد روح منا لا تحكي هاي يلا روح يلا شباب يلا روح منا خلينا متفقين خلينا متفقين يلا روح منا. خليني اقول لك حكايه قول لي اطلع وانفصل من وظيفتي اذا ما خثار هذا المنتسب. تمام شباب شباب بس مرخصتك على قصر رقبتي اخذ مرخصتك هذا وعذبك بين يدي مرخصتك بس واللي عذبك بيدي ما حد يعذبك غير. شباب 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 جسعوني يقول لك اكو ضابط قال سبايسي تسجنك. يلا 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 حبيبي السيارة وين؟ لا حبيبي ولا غيرها تروحون منها لو يصير حكي ثاني توكلوا منها السيارة ايش قد تريد على فلوسها ونطيها؟ انا ان شاء الله حاكيك بالمرة الثانية احنا خلينا الراديو والاوراق كلهن يمنا فغصبا عليك راح ترجع على السيارة توكلوا منها. ماشي حرك حرك يصير خير ان شاء الله. يلا يلا حرك حبيبي حرك يلا يلا شباب هذا الموقع لازم نخليه يلا تعدوا بسياراتكم يلا غادر الموقع بسرعه. شباب اللي فوق الجبل وظلوا عينكم عليهم خاف يسوون حركه زايده. شباب خلاص هذا الموقع انتهت بعد ما راح نجي له راح يكون هذا اخر جايه انه طلعوا من الموقع خلاص. عاشت ايديكم يا شباب. جبت الفلوس دوله؟ ايه الفلوس موجوده والسياره موجوده مكانها. السياره حطيتها بالموقع حجي انا هذا شوف هسه انتم افتهمتوا انا ليش انطيت هذا بسهوله. انا 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 الشيء كبير بقيمه انا اخذ الثاره من هذا بالكتل والشيء كبير بقى بالسياره. انت تدري الاوراق شنو اللي بالسياره موجوده؟ سبايس انا اخذت لي اطلاع بسيط على اوراق تدري ايش لقيت؟ شنو لقيت؟ حتى الفضايح مال العساكر جايبها. يعني حجي جاي تقول لي انه المره الثانيه المساومه راح تكون اصعب من هاي المساومه. بس ندوس راسه وشوي بالضبط. ايش قد ما هسه اليوم سوينا شغلات فظيعه واليوم راح اخليهم تهتز الدوله بالكامل باكر راح اروح الشخص انت ما متخيله وراح ادخل على المدينه كلها. هاي احنا كنا وياكم بهرك يلا هذا شباب نلتقي